أتحداك. أنا أتحداك. علاش تحداني؟ أول شيء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شهر مبارك. الله يبارك فيك. كيف الأنظمة؟ مية مية. تمام؟ الحمد لله. أنا بتحداك تحدي. أسلم. تتحدى؟ أتحداك. أنا أتحداك. يلا قهد. أنا أبغاك تجيب نص ريال هلل، 25 هللة من شخص، 25 هللة من شخص ثاني. يعني من المارة ولا كيف؟ من المارة، سيارات، اللي جالسين هنا، أنت مسؤول. أهم شيء عندك 25 هللة من هنا. طيب إذا جبت من السيارة؟ من سيارتك أنت؟ إيه. ها؟ سيارة من برا. تبغى نروح معاك نشوف تقدر؟ أنا أتحداك. والله شكل اللي أنا ما عندهم إلا بالمئات. مئات مئات كاشات. إيه. كيفك؟ ها؟ خلي مرة واحد نشوف. راي ديتسون. والله يلا ولا كامري. خلنا نقف على الخطوة. بسم الله. اذا جت سيارتنا الله بالخير قل لي. لا انا ماني مسؤول، انت مسؤول. ها؟ انا اتحداك. يعني وديك اوقف راي الجيب ذا. تعال تعال. كيف حالك؟ السلام ورحمة الله. طيب. السلام عليكم. الله يحييك. كيف الحال؟ باقي ربع ريال. ربع ريال بس. بس. لا ربع ربع لازم ربع بس. اي كويس. ها؟ المئات يعني. كاشات. ما شاء الله. ما في، انا ماني مسؤول. دور من يمين ومن يسار. ماشي ربع ماشي. يمكن بالجيوب حق السياره ولا شيء. اسمع معنا نص. الا في نص. نص ما يكفي. نص طيب. ها؟ ريال. خلاص نص. ريال مات واللي يشيلونه. ما عشان رمضان. عشان رمضان. عشان رمضان. انا اتحداك. طيب انا اقول لك. التحدي ربع ريال. الشباب ما قصروا. ها رمضان ولا لا وجمعة ها ربع ريال نص ربع ريال أنا أتحداك هو جاهزة عطنا جاهزة أنا أتحداك خلاص والله تبطي عظم طيب شكرا يعطيك العافية الله إحنا ساعدناك بيض لاجك ما بس نقدر عليه اللي ما نقدر عليه عاد شيء ثاني لا لو غيرت الموضوع هذا وجبت أول شيء كان ما معه كله يدور هذا ما قصر الشباب ما فيه والله ما فيه أنا عارف ما فيه إلا نص الحين لو تشرب بيبسي ما أعطاك إلا نص كامل أنا ما في مسؤول أنا تسعة ونص أنا أتحداك أنا ضيعت اسمك إقبال 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 خان مية مية ها والله ما هو يستاهل الرجال عطى هو يستاهل أنا ما بس أنا أتحداك نص ريال خلاص أنا نص ريال هذا قدام الكاميرا ها نص هذا نص ريال أنا أبغى ربع ريال ها نص ريال ها أتحداك هو يدري إن ما هذا مو التحدي والله معلوم سلام عليكم خذ 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 لا 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 يمكن يقبل يمكن لا ما بقابل ما اتحداك اسمع ما راح نوقف راعي جيوب ولا شيء ها انت عارف السيارات اللي مر مننا في التحليه كاشات ها كاشات تقول لك ما لا قبل على فكره ترى لقينا بالغلط اي والله عاد كيف انا اتحداك هالحين اشوف اتحداك ما معي وقف خايفين انه جزمي بكون ساهر هنا وانا ما ادري ما يدري تعال تعال وقف السلام عليكم السلام عليكم شهر مبارك الله يبارك فيك كيف الحال الله يخليك بالله معك هلل ربع هم متحدين الرجال يا الله ها نص في ربع ثاني؟ لا ما في لا ربع ثاني سيارة ثانية كل سيارة ربع ها؟ يعني الحين راحت هانت نص المشوار التحدي ها؟ طيب عشان نعطيك مع الجائزة مع والله ما في ربع ثاني دور لا هنا لا سيارة ثانية سيارة ثانية سيارة ثانية شكريات شكريات خلاص شكريات رمضان مبارك الله يبارك فيك شو اسم الرجال طيب قل له اسمه كريم؟ محمد الدوسري ونعم الله خلاص ها يلا تفضل هذا ربع باقي هذا ربع ها بسم الله اتحداك قلت لك لو وقفت السيارات اللي كذا بتلقى اللي كذا ايش يعني؟ يعني اللي انت عارف نص نص؟ ايه انس انك بتلقى مع ذولا جرب بنجرب السلام عليكم الله
كيف الحال؟ ما انكم فاضيين دائما شغور انت اللي وقفت انا واقف من الصوت والله وقفت لانك اعطيتك الرجال جاء قال هذا نص باقي ربع ها؟ باقي ربع ترى نص المسوار ها؟ طيب عندنا نص القيمة حق شو اسمه؟ نص الجائزة لا يقطع الظروف النص يجي ايه ها؟ خلي بيجي ذا واحد منه لو اني طبعا هو يتحدى انا ما قلت شيء شو المفروض ان فيها شو اسمه رجال الامن عشان يوقفونهم كذا ما هم واقفين شوف عشان تاخذ ها ما في مسؤول تفاهم معه السلام عليكم شباب كيف الحال؟ لا ما هم دخل فيه غيرهم ما تبغى ربع في ربع بريال ايه غيرهم لا يا شيخ لا ما غيرهم لا تفوت الفرصه ليش؟ ما لي دخل جبته قبلت التحدي تفضل ما يردك هذا كم؟ 25 خلاله 25 وهذا 25 لا كذا قلت خذ لفه يعطيكم العافيه مبروك الله يبارك فيك كيف النفسيه بعد لا لا ما في احراج ما في احراج بالعكس على الناس لا ما حكيت بالعكس صدرك وسيع وصدري وسيع عادي كفو فهمت كفو هذا بس اهم شيء اتحداك اتحداك ترى ما تكلمك بك صدق انا اسويها اختار هديه كتنا انت معلوم اختار انت معلوم يلا الوسط شفت عداري وجبت له نص كفو التحدي شوف خير الغيره بالعكس ها هارد لك بالعكس يسعد اني شفتك وتشرفنا فيك نعم وتسهل معنا المرحله النهائيه ان شاء الله ان شاء الله تاور شيء الله يبارك فيك شكرا شكرا هديه بس تفضل ما فيها شيء خير ابو شمينا انا شوف تحديتني ها بس جبتها والله كفو ايه انا اقولها صراحه والله طيب تمك كرت هيدره نيه بولونيه يلا اتحداك شمينا اتحداك هلا والله الشباب هنا قاعد يشخصون عشان قاعد يشخص ابو شاوي يسكر الزرير السلام عليكم السلام ورحمه الله وبركاته كريم الحمد لله نزي ونعم الله عبد الكريم عنزي ونعم الله نعم عليك انتم بخير وانتم بصحه وسلامه عليكم عليك يا شباب في تحدي انا اتحداك تتحدى تحدى كفو كفك الطيب طيب انزل من السياره يلا انزل تورط ها بس لا ما تورط انزل خلينا نجي خلاص لبق السياره يا ابو الشباب اتحداك شوف التحدي سهل يعني مو سهل مره لكن سهل ان شاء الله لكن انا اتحداك يلا تحداني اتحداك كفو كطيب ابغاك تجيب الحين من السيارات اللي تمر ايوه نص ريال 25 هلله 25 هلله اي سياره تمر انا كيفك بس كل سياره واحد هلله يعني ربع ريال بطل يعني 25 هلله يعني نعم اها ناشر يعني انت مسؤول انا ما في مسؤول وش هلل هلل حديد لا والله ما معكم نايمية هلل من وين هلل تحدي معه هلا والله هلا والله حياك الله يلا الله يستر عليك هلا والله هاي السيارة له كاشات يقول معنا 100 100 ريال نبغى 100 اتحداك صوت واضح يا حبيبي خلك اتحداك السلام عليكم معكم هلل السلام عليكم هلل هلا مرحبا شهر مبارك علينا وعليك هلل معكم حديد ايش؟ هلل 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 معنا نص نص هات 25 هلل 25 ربع ريال يعني ربع ريال دخان بتسعة ونص يلا بسرعة اذا معهم شوف خلاص انا معاي نص بس ما معاي خذ برا وجيب لي اذا فيها تعال فيها جوائز اي في جائزة ابجي لا انت يا سم اف عليك يلا خليك فر وتعب سيارة بلوزي ما في يا شباب؟ لا لا الله شهر مبارك شكرا علينا اتحداك السلام عليكم معكم هلل؟ السلام عليكم حديد لا والله راحت عليكم الجائزة ليه؟ الجائزة اللي قلت مو لهم يا ابو الشباب ها؟ تقاسمها بيننا وبينها اتوقع دور دور اخذ بوكي اذا ما خاف ظني انه موجود
يقول اذا ما خافون انه موجود تتوقع معاهم؟ ان شاء الله. والله شكلهم كاشات ما ظنيت. طفرين. لو معي سيارتي كان طلعت لك. يلا ما هي مشكله، انا عندي احساس السياره الاخير. الاسم كريم يا احمد المؤمن. ونعم والله. بارك. حاول اضغط عليه خليه يبحث. يلا ابحث ابحث. اي عشان الوقت. لا ما. بيطلع بيطلع. الله اكبر. 25 لازم. اتحداك هذا تحدي بيني وبينك بس تفهم معه. ما ياكل فصفص هذا. يلا حظوظ. عارضك شباب شهر مبارك. بس حداك. طيب انا اتحداك معك هلل. اتحداك يلا. وش اجازه تستاهلني؟ ان شاء الله ان شاء الله عليك. خلينا نشوف اخر سياره. اخر سياره نشوف. باقي لك اقل شيء سيارتين. ربع ربع. لا 25 هلل 25 هلل. طيب 50 هلل ما يمشي؟ ما يمشي. يلا هذا التحدي انا اتحداك. يلا لحظه هذا لمزيد حسب المشوار. لا يلا هذا ابغى مشوار. شغل العداد شغل العداد من الحين. يقول لك وقف الحين والله وقف. والله ما حد موقف. انت اشر لي اشر لي وقف. اشر لي وقف. ما ادري ايش اسمك. هلا والله مرحبا. تمام الحمد لله. روح كذا كانك ما تحداك. لا ما ينفع تخويه. اروح على السيارة. خويه هو تحدي بينه وبينه صح؟ ايه اتحداك. طيب السيارة ليه مو بلي؟ انا اتحداك. طيب عادي انا اروح وجهي كني واحد من انا متحدي. السلام ورحمة الله وبركاته. لحظة هذه السيارة. سيارة ولا نشوف غيرك؟ وقف سيارة ولا نشوف غيرك؟ لحظة لحظة آخر سيارة بمشي انا. ها؟ والله شوف واحد يعني من الباس. يعني لطع شين ها؟ اي والله شين. والله الاجواء الحلوة ذي. عشان تسوي اذا لقيت واحد منقطع توقف له. ها؟ شوف اكسر. اخي راسب له البقالة ووقف اي واحد وتمشي. وارسله. اي وارسله لي. لا هذا هذه هذه السيارة هذه السيارة. خلاص. ترى الدوريس مسكنة ما في مصول تسول. ما سلام ورحمة الله. بس هذا يديدهم فيها. يلا الله يوفقكم إن شاء الله وبرنامج ناجح إن شاء الله. أتحداك مع السلامة. أتحداك ما في أحد يتحدى إقبالي يا صنايدي. أنا أتحداك. يا مرحبا هلا والله معنا هنا شباب جايين يقولون الفيسبوك تويتر تحداهم هنا. اسمك كريم؟ حمد سعد الحسن. ونعم. زياد الماجد. ونعم الله. مشاري السالي. ونعم. مالك سوي. من يبدأ التحدي؟ لا لا أنا أتحداك. هو وجهي. أتحداك. أنا قلت سحب نفسه. يلا نتحداك ونفوز إن شاء الله. أكيد. بإذن الله. شوف أول شيء ركز على التحدي. أنا يبغاك تجيب نص ريال من السيارات اللي تمر. طيب. ربع هللة. ربع ريال يعني أوكي. 25 هللة. إيه. وربع ريال ثاني من سيارة ثانية 25 هللة. ابشر ما طلبت شيء. 2 دقيقة تفضل. ابشر والله لوحدك. ها خلي الوحدة. ها ابشر دقيقة بس اهم شيء تصور شيء انا ما في مسؤول. ها دقيقة واحدة ما مرة ما عليك بس دقيقة. خل احد يوقف بس. انا ما في مسؤول يعني دقيقتين تقريبا يا ريان احسب لها 2 دقيقة. ها بس دقيقة. ها وقف وقف بس نبغى احد ما حد يوقف. قلك ممكن تحصل. طيب يلا مشينا مشينا نروح نشوف لعلنا 25 هلال 25 هلال عند كل شخص يعني كل. السلام عليكم كيف حالك؟ هذا مره ثانيه. هلا والله. اوه معليش والله ايش كيف حمسني ايش كيف كسرنا جهاز الرجال. معك 25 هلال الله يهينك. لا والله ما معي. ما معك ايش حداك؟ لعل هذول عندهم ان شاء الله. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم. هلا والله كيف حالك؟ اخبارك؟ في احد عنده 25 هلال؟ قاش 25 هلال الحين؟ اي عندي بالبيت 25. ما عندي هنا. طيب شوف افضل حل ندخل المحل، المحل الكاشير نفسه. هنا اوريك. انا ما في مسؤول، دخل لي 25 هلال.
اجيب لك الحين 25 هلله. انت مسؤول. طيب. الحين اجيب لك 25 هلله. انت مسؤول. طيب. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ السلام عليكم. اخبارك؟ في تحدي بس قوي، عندك 25 هلله. قرش بس. 25 هلله. الحين 25 هلله تكفى طيب. بسرني بس بوري باقي لا 25 هلله. هذا 50 50 هلله. لا جبت لك 50 25 25 هذا التحدي. انا اتحداك 25. طيب 25 تكفى دبر لنا تكفى. تحدي كم بالنص؟ لا ما راح عليك النص بالنص ما في ابدا. لا يحصل ها دقيقة طيب بس دقيقة هذا إن شاء الله الحين أفوز بس بتحدي لو تكفى 25 هلا لا طالب ها اللي دقاها ما تلاقيها عندك. طيب شوف جبت لك 50 هلا لا أنا 50 هلا لا 25 25 الله يعافيك أخوي. ما عاد في وقت ما عاد في وقت أتحداك. أنا جبت لك 50 هلا، أنت تبي 50 هلا، أنا جبت لك 50 هلا. على مزاج أنت؟ تعال يا حبيبي. على مزاج أنت. أوووه. أنت الوقت. 25 هلا، هذه 25. 25 هلا، باقي باقي، أنت. باقي لك، باقي. ها. 250. هاردلك. جبت لك 25 هلا، خمس. رجعها خلاص. أتحداك. معلش عادي. ما يبالي. نشوف إن شاء الله في الحلقة القادمة أتحداك جديد. Let's head back.